بتحبه، نبدأ بالأهلي ولا منتخب مصر؟ يعني هو الحدث الابرز طبعا الاهلي، لسه الاجواء برضو الناس لسه عايشه في اجواء البطوله ال11 للاهلي. طبعا مبارك للاهلي مجلس اداره ولاعيبه. ممكن بس يعني اقول حاجه للكاميرا بتاعتي قبل ما نبارك؟ اتفضل. يا جماعه النهارده هيكون في معانا احد الاخبار الحصريه اللي هيقولها لنا استاذ هاني عبد الصبور في ما له صله بالمهاجم القادم للنادي الاهلي، احد الترشيحات، صح كده؟ الاسم الابرز الابرز. فالنهارده ان شاء الله هتكون معانا في الحلقه. كمل. طبعا مبارك طبعا النادي الاهلي البطوله ال11 في دوري ابطال افريقيا. طبعا الاهلي عمل مباراه كبيره، عمل مشوار في البطوله عموما، لان بدك تحسب المشوار نفسه وبتحسب على كل الظروف اللي مر بها الاهلي. الاهلي عدى عقبات كبيره جدا وقدر ان هو يحقق البطوله من مكان ما حققهاش، بالذات قدام فريق الوداد اللي كان كسبه مرتين في النهائي، وقدر الاهلي ياخد البطوله منه. مبارك لمجلس اداره، مبارك للعيبه، مبارك لجهاز فني، مبارك لكل المنظومه الرياضيه في النادي الاهلي. يعني المنظومه كلها لما تبقى ماشيه صح بيبقى النتائج جيده، بيبقى نتائج مميزه. الجماهير طبعا كلها فرحانه والناس كلها سعداء جدا بانجاز الاهلي الكبير اللي مش جديد على النادي الاهلي. لو الاهلي متوفر له كل الامكانيات، متوفر له كل الحاجات، او برضه في نطاق كروي اكتر بعيدا عن اللي حصل امبارح في المباراه، ولكن الاهلي قدر يعدي عقبات كثيره جدا في البطوله دي. كان العقبه بتاعت امبارح من اهمها طبعا، وحصد الرقم يعني البطوله رقم 11 في تاريخه. طبعا عدى مراحل كبيره ما حدش يقدر يحصله في الوقت ده. اقرب نادي ليه لسه بدري قوي عليه ان هو يقدر يحصله. فطبعا بنبارك النادي الاهلي، انجاز كبير جدا للكره المصريه اولا، وانجاز النادي الاهلي بصفه خاصه.